أهلا بكم من جديد. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب جلالته فيه عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومرافقيه، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر سمو فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومرافقيه، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ضمنهما صادق تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومرافقيه، مبتهلا سموه إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود أعرب فيهما عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.